مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام في الجميع في حلقة جديدة من مسار مهنتي. في هذه الحلقات نحن نتحدث عن أمور مهمة جدا، خاصة للقادم الجديد سواء مهاجر أو لاجئ، كيف يستطيع أن يدخل سوق العمل في كندا. نتحدث عن طرق معادلة الشهادات، وتكلمنا عن بعض هذه الطرق، منها الكهربائي، منها الصيدلي، ومنها طبيب الأسنان. سنحاول أن نتكلم عن باقي المعادلات، ولكن طبعا نريد ناس خاضوا هذه الخبرة أو ناس ذوي خبرة، وإن شاء الله إذا في حدا عنده أي أحد من الأصدقاء خاضوا هذه الخبرة بمعادلة شهادة معينة وحابب يفيد المجتمع يتواصل معي مباشرة أو مع القناة، وإن شاء الله راح ننسق لحلقة معه. لكن أيضا هناك جزء آخر من مسيرة المهن في كندا، وهو بداية دراسة شيء جديد ممكن يساعدك للعمل في كندا. ومن أحد هذه المهن، هناك مهن كثيرة ممكن تدرسها: Real Estate, Immigration Consultant, Mortgage Broker. كل هذه الأمور ممكن تدرسها بفترة وجيزة وتدخل سوق العمل في كندا. وطبعا في إلها حسنات وإلها سيئات، إلها تحديات وإلها صعوبات. واليوم عشان هيك في جعبتنا الكثير إن شاء الله، وحابب أستضيف صديقة وأخت عزيزة وسيدة فاضلة من مدينة أوتوا، ناشطة في العمل الاجتماعي، في العمل المحلي، لها الكثير من النشاطات الخيرية، ومن الأشخاص التي يعني نفتخر أنها تعيش في مدينة أعيش فيها أنا. صراحة لدي الكثير، ولكن شهادتي مجروحة فيها، فهي من الأخوة اللي أعتز بصداقتهم بأخوتهم. السيدة ليليا المهدي، أهلا وسهلا فيك. سلام، كيف أخبارك دكتور جمال؟ الحمد لله، الله يخليكي. إحنا فخورين أنك معنا اليوم. جمهورنا بنتظر يعرف أكثر عن موضوع المستشار العقاري، اللي في بعض الدول العربية بسموه سمسار، ولكن هو بطريقة أخرى. خلينا نوضح هذا الموضوع. أنا عملت شوية سيرش الفرق بين المستشار العقاري والسمسار، ولكن أول شيء بنرحب فيكي، فإذا عندك بداية ترحيباً للجمهور قبل ما نبدأ الأسئلة. شكراً لاستضافتي أول شيء، وإن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله كل المتفرجين يكونوا بخير وبسلام في هاي الجائحة تبع الكورونا. طبعاً زي ما قلت لك قبل هيك، المحادثة راح تكون مينلي بالعربية اللي هي الخاصة بي، اللي هي مختلفة من عدة لهجات ولغة عربية على قدر المستطاع. راح طبعاً المصطلحات المهنية راح تكون بالإنجليزي، والكورسات اللي بتعطى في هذا البروجرام اللي هو بروجرام الريل استيت راح تكون بالإنجليزي. راح أعطيكم نبذة من مساري في هذا المجال اللي هو مجال العقارات اللي هو الريل استيت. أنا طبعاً حصلت على شهادة الريل استيت من مدينة مونتريال من 2008، يعني هلأ بقالي 12 سنة عندي شهادة الريل استيت باللغة الفرنسية، وهي كانت في كوليج لاسال في 2008. اشتغلت في العقارات وبس، مينلي يعني اختصاص كان أكتر شيء في المورجيجز، يعني اشتغلت كمان مديرة للمورجيجز اللي هي القروض البيتية عقارية. مش عارفة، صححني لو غلطت بالقروض العقارية. القروض العقارية القروض العقارية لناشونال بانك اوف كندا لمدة حوالي 8 سنين. واشتغلت كذلك في سكوشيا بانك، مع سكوشيا بانك دي جاردان كمان. والآن لما أنا انتقلت من مدينة مونتريال لمدينة أوتاوا من 6 سنين تقريباً، أكثر شوي من 6 سنين،
قررت اني اول شيء قبل ما اخوض اعمل الريل استيت لايسنس بمدينه اوتاوا، حبيت اني اول شيء اتعرف على المدينه على ضواحيها، انه يكون عندي بورتفوليو تبع نتوركينج اوكي اول شيء، وبعدين اخذ الريل استيت لايسنس. انا ما قررت اخذ الريل استيت لايسنس بمدينه اوتاوا، كانت على النظام القديم اللي هو النظام اللي ما عاد موجود من شهر ابريل 2019. يعني كل اللي سجلوا قبل هاي الوقت، قبل هاي المده، كانوا على البروجرام القديم اللي هو 6 كورسز، اللي هو عنده الليميت، لانه هاي الكوليدج اللي هو اوريا قفل، راح يقفل ابوابه في شهر 11 اللي هو شهر نوفمبر، 28 نوفمبر بالتحديد. سو السكس كورسز لازم يكونوا منتهيين ومخلصين في هاي الفترة. الكورس كلها كانت عبارة عن يعني بتسجل على الانترنت، وبعدين بعد ما تسجل بيبعثوا لك الكتب وتدرس الكتب، وبعدين تروح تمتحن، بعدها تروح تمتحن في مكان معين، وما يفيك انك تسجل على الكورس رقم 2 لو انت ما خلصت الامتحان ونجحت الامتحان رقم 1. عندك 2 سترايكس للامتحان، يعني لو ضيعت السترايك او يعني ما نجحت الامتحان المره الاولى في الفرصه الاولى، there is a small fee $50 يعني $50، وبترجع تاخذ الامتحان ثاني مره. لو ما نجحت ثاني مره ترجع تاخذ الكورس من الاول وتدفع كل الرسوم من الاول. هاي على النظام القديم. قبل ما اروح على النظام الجديد، طبعا هذا النظام خلاص حينتهي لانه هاي الكوليدج كلها سكر. بالضبط، يعني هل واحد بده يسجل على النظام القديم ما راح ينفع يسجل، ما راح يقدر. عشان هيك ما راح اتكلم كثير على هاي البروجرام القديم. البروجرام غيروه، في ناس بتقول انه البروجرام الجديد احسن، في بيقولوا انه كان اسهل على الموضوع على البروجرام القديم. طبعا هذه اراء بتختلف من شخص لشخص على الميثود اللي هم الطريقه اللي هم بيتعلموا بيها والطريقه اللي بتناسبهم احسن. نعم. بس الشهاده هيها ما بتختلف. زودوا شويه في الفتره، يعني من الاول كان عندك 18 شهر تتخلص كل البروجرام، هلا عندك 24 شهر وتشيز سنتين. اوكي، فالان عندك، خلينا نحكي عن البرنامج الجديد الان، ممكن تخلصه خلال سنتين، بس لازم تأخذه بسنتين ولا ممكن أقل؟ لا ممكن أقل، أنت وشطارتك، أنت ووقتك، وأنت والطريقة اللي أنت بدك إنك، لو أنت من النوع اللي كان حاطط هاي الموضوع موضوع في دماغك وبدك تخلصه في 3 شهور 4 شهور، رح تكرس وقت أكتر لهاي الموضوع، رح تخلصه بسرعة. لو انت بتشتغل وعندك الاهل وعندك حاجات تانية تلهيك، الفترة المحدودة هذه تبع سنتين في خلالها ما ينفع ترجع تعدي هالسنتين، والا لازم ترجع تعمل السيرتيفيكيشن من جديد. واضح. طيب اذا للاشخاص اللي بيستمعوا الان، البرنامج حتحكي عنه الاستاذة ليليا هو برنامج جديد أو بطريقة جديدة، مدته ماكسيموم سنتين بس ممكن تخلصوا بمدة أقل. طيب خلينا ندخل، أو قبل ما ندخل في البرنامج، لماذا أنا بدي أصير مستشار عقاري في كندا؟ يعني صراحة أنا بعمل سيرش عشان أسألك أسئلة دسمة، وجدت إنه السوق العقاري في كندا سوق تقريباً ممتاز نحكي عنه. حتى في أزمة 2008 اللي ضربت الأسواق المالية والأسواق العقارية في الولايات المتحدة، أسواق كندا تأثرت ولكنها مش نزلت، لم تزيد بالمستوى المطلوب، يعني كان حتى في زيادة ولكن لم تكن بالمستوى المطلوب. فالسؤال اللي بسأله أي واحد قادم جديد وانت بدي أسألك إياه أو أنا بدي أسألك إياه، لماذا أصبح مستشار عقاري؟ اوكي، سؤال جد مهم. انا بالنسبه لي اي انسان لما يكون يرغب ولا يختار يعمل شويس لمهنه معينه بده يعملها، لازم
أول شيء قبل ما يسأل على الكورسات ولا على السعر ولا ما هي هاي المهنة، وهل أنا أتوافق مع هاي المهنة، هل هاي الشيء ينفعني، what are the pros تبع البروز تبع المهنة، what are the cons، وهل الإيجابيات والسلبيات، هل البروز الإيجابيات والكونز السلبيات، هل يتفقوا معي، هل أنا رح أعمل هاي المهنة، ما هو هدفي لاختيار هذه المهنة، لأنه كل مهنة عندها السلبيات وعندها الإيجابيات، بس أنا شخصيا هل السلبيات والإيجابيات يتناسقوا معي كشخص، كخبرة، كشخصية. هل أنا رح أحكي شوية على الإيجابيات ورح أحكي على السلبيات، الناس تعرف تختار بالضبط إيش اللي بيناسبها بهاي الموضوع. الإيجابيات تقريبا، أما كنت بحضر ولا كنت بفكر في الموضوع تبع الإيجابيات والسلبيات، تقريبا كل موضوع، كل نقطة إيجابية ممكن تكون سلبية، يعني في الأول وفي الآخر رح يكون الموضوع بالنسبة لنا. لو أنا مثلا مش من النوع اللي very disciplined، يعني لو ما عندي دافع يخليني أصحى أفوق الصبح الساعة 8 لأنه عندي دوام على الساعة 9 مثلاً للساعة 5، يعني ممكن أقول لك قبل ما تأخذ الكورس تعلم أنك تكون very entrepreneur. كيف اسمه entrepreneur؟ رجل بعقلية تجارية، عقلية دماغ تجارية business oriented. إيه exactly. لازم يكون عندك السنس أنك أنت أوكي أنا اليوم حتى لو ما عندي دوام نعتبر انه هاي الشغلة، وعليكم السلام، هاي الشغل هو شغل تعتبر شغل حرة، يعني you are independent, you are self-employed، انت رئيس شركتك وانت الماركتينج ديبارتمنت وانت الهيومن ريسورسز ديبارتمنت وانت كل شيء، يعني انت الصلب وكل الشركة في نفس الوقت. يعني لو انت مش من النوع اللي عنده احترام للمواعيد وعنده ديسيبلين، شو هي ديسيبلين؟ التزام. الالتزام بالضبط، يعني لازم يكون طبعا. يا جماعة ليليا عاشت كل حياتها في كندا، فيعني عندها شوية كلمات انجليزي بتضربها في العربي، المهم ما تدخل فينا بالفرنسي بعدين الامازيغي، فخلينا كويسين على الانجليزي فاهمين. طبعا احنا الديسيبلين لو ما غلط، ما كلمة ديسيبلين معناها انضباط، صح؟ انضباط أكثر من التزام. أيوة. صحيح. أوكي خلاص لقيت الحمد لله. So لازم يكون عندك انضباط، يعني الريل استيت ايجنت هو حر في وقته، يعني ممكن ياخذ بريك وقت ما بده، ممكن السيدة اللي بتعمل ريل استيت تاخذ معاد الأولاد توديهم على الدكتور في أي وقت، هي اللي راح تنظم جدول أعمالها، هي اللي راح تنظم ولا هو اللي راح ينظم طريقة عمله، أنت راح يقابل الزبائن، أنت أنت راح ياخذ بريك، أنت يعني راح هو اللي لازم يكون هاي الموضوع الانضباط جد مهم في شخصية ريل استيت ايجنت. يعني عشان هيك بقول لك يعني ممكن تكون إيجابية لو أنت بتعرف تضبط نفسك، عندك حرية في الوقت كتير كتير كبيرة ممكن يعني أنت اللي تسيطر عليها، ولو ما عندك انضباط بيبقى نيجاتيف لأنك راح procrastinate، هذه شغلة كلمة تانية، تأجيل procrastinate إنك تأجل، أوكي بعدين راح، يعني لو يكلمك مثلا زبون وبعدين تبقى تقول له للزبون أوكي راح أرجع أحكيك، لو ما ضبطت بالوقت ولو ما تكلمت رجعت كلمته في الوقت المناسب، انت راح تضيع سمعتك هيك هاي المجال. اوكي هاي شغله من هاي النيجاتيف بوينت اللي ممكن تكون فيري بوزيتيف في نفس الوقت. لازم شغله الريل استيت تتعمل امباكت، لانه كذا في كذا ريل استيت برا، صح ولا لا؟ يعني هاي المنافسه منافس اكزاكتلي. لو ما كنت انسان you keep up to date، يعني تتثقف في موضوع المهنة تبعك، تشوف الأسواق،
المناطق اللي فيها يعني بيبنوا فيها ديفلوبمنت جديد. لو ما تعرف مثلا الريت بتاع الطلب العرض العرض والطلب exactly. العرض والطلب بيبقى تبقى انت ما بتعمل ما بتزيد للزبائن لانه الزبائن في يومنا الحالي عندهم اكسس للانترنت وعندهم اكسس للمعلومات يعني بيبقى شكلك كتير يعني incompetent لو يجي الزبون وبيعرف اكثر منك شو اللي حاصل في السوق يعني لازم تكون دائما وتعمل ترينينجز على طول للتغيير في القوانين للتغيير في الايثيكال كود لانه في تغييرات على طول بتيجي في ترينينجز لازم يكونوا موجودين ترينينجز كمان للسيلز يعني لازم يكون هاي الموضوع بيوخذ بعين الاعتبار لو بنحكي على الإيجابيات تبع الريل استيت ايجنت كمهنة طبعاً لما بتشتغل يعني أنت الإنكم تبعك based on how hard you work which is very fair يعني كتير حقاني لأنه لو بتتعب ولو بتشتغل رح تعمل مصاري كتير 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 كبير للكنديين طبعا في شروط تاخذ هاي الكورس تبقى تعمل هاي المهنه ولو ما من ضمن هاي الشروط انك لازم تكون مقيم بكندا يعني لازم تكون permanent resident ولا عندك work permit اللي هي permanent resident اقامه عمل إقامة عمل أو إقامة موجودة أو كندي يعني لازم يكون عندك اللغة هاي شغلة كتير مهمة يعني لو أنت في مقاطعة فرنسية يعني مثلاً كيبيك سان جيرام مونتريال لافال جولييت هاي الفرنسي مهم جداً ولو أنت في مقاطعة إنجليزية اللغة الإنجليزية مهمة جداً يعني ما فيك انك تعمل لانه في شرط اختبار لغه ولا ما في شرط اختبار لغه بس راح اقول لك انه صعب يعني انا يعني من تجربتي الشخصيه كون اللغه الفرنسيه لغتي الاصل يعني اللغه الاقوى عندي لما جيت على اوتاوا اكيد حتى هلا يعني بالدراسه في مصطلحات زي ما بتقول تكنيكال لأنواع البيوت لأنواع الفرنس اللي هي التدفئة الشبابيك النوافذ الأبواب كل هذه مصطلحات الواحد لازم يكون متمكن منها ولازم يكون عنده اللغة لكي يستطيع أن ينجح في الامتحانات ولكي يستطيع كذلك التعامل مع الزبائن يعني هذه هي والمطلوب يكون عندك مينيمم هاي سكول ديجري دبلوما هون يعني if I'm not mistaken the GED or the high school diploma اوكي لازم هاي دول مينيمم تاخذ الكورس تبع الريل استيت وطبعا يكون عندك 18 years of age or يعني يكون عندك 18 سنة او اكثر مظبوط يعني هاي دول اللي هم المتطلبات ل انك تاخذ الكورس اوكي طبعا في ناس كتير بتقول اسهل شيء اللي هو الريل استيت ايجنت منك محتاج لانه بمجرد انه عندك الهاي سكول دبلوما فيك انك تبقى ريل استيت ايجنت هاي زي ما it's a legend it's not true يعني مش شيء صحيح جدا في ناس كتير أخذت الدبلوما وما عرفوا يأكلوا من هاي الشغلانة يعني اضطروا إنهم يشتغلوا ولا يكملوا شغلهم ولا يدوروا على شغل جديد وشغل تاني لأنه ما نجحوا لأنه ما شافوا هاي الموضوع كريل بيزنس يعني ما أخذوا الأمر بجدية وما اجتهدوا كتير في فهم المهنة من الأول قبل ما لأنه بيشوفوا ريل استيت ايجنت عندهم سيارة كبيرة سيارات منيحة
وبيدخل يعني في مصاري كتير يعني في صح إنه في real estate agents بيعملوا لحد 500,000 دولار في السنة. يعني هيدا very very possible. وفي خلال سنة سنتين يعني ممكن أقول لك 3 سنين ممكن توصل لهاي المبالغ سنويا يعني من هاي الانكم. الراتب رواتب كتير عالية بس الشغل بيجي معه. يعني ممكن تقول إنه لما بتشتغل في الريل استيت ما في ويكندز ما في نايتس يعني تقريبا الناس بتشتغل 24 ساعة لـ7 أيام بالأسبوع. بالضبط. طبعا إذا بدك تحصل مبالغ كويسة إذا بدك تنام 24 ساعة بتنام بس ما بتحصل شيء. بالضبط. يعني بكل صراحة الناس بتفكر إنه موضوع كتير سهل. لا موضوع كتير متعب. لازم تتعلم شغلات كتيرة يعني مثلاً اللي هي البروفايلينج يعني it sounds most of the time الناس بياخدوا بيتصلوا بكذا 20 agent أنا بدور على بيت بتلاقي 20 agent بيشتغل لهم وفي الآخر بيروحوا يشتروها مع عمهم ولا خالهم ولا فهمت يعني في كتير مصاريف كمان من الأول لازم تاخد بالك من المصاريف لازم تختار الـ company real estate agency البروكرج اللي انت بدك تروح معه من الأول. أنا ما بنصح إنه you team up في الأول يعني ما بنصح إنه يكون تروح مع تيم لأنه طبعاً اللي هو صاحب التيم هو اللي بياخد أكتر شيء يعني بتروح تعمل الفيزيت وبتعمل أنت كأيجنت جديد يعني أول شيء at least first year أول سنة تشتغل لحالك. الشغل تقريبا عبارة عن مكالمات cold callings على يعني there is a lot of tactics يعني في طرق تجيب بها زبائن ونصيحة مني marketing marketing very strategic ما بتضيع وقت لأنه في ناس كتير بتفكر إنها بتعمل ماركت لما بيروحوا الإيفنت وهيك 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 مش في الأول don't invest money من الأول invest your time and your time يعني وقتك لازم you invest it بطريقة إنك you will learn most of the time يعني مش إنك خلصت الشهادة تبع الريل استيت خلص your real estate you're gonna be very successful لا you need to learn a lot of things أنواع الزبائن أنواع الشخصيات يعني مين اللي رح يشتري emotionally مين شو بدك تحكي مع الزبون رح تحكي مع المدام أكتر إيش الشغلات اللي ما المفروض تحكي فيها هو إنك you don't manipulate the client لما بتكون real estate you convince the client لأنه most of the time ال client it's a very big purchase من أكبر مشتريات رح يعملها في حياته البيت وكرس حياته و savings و you know it's a very big investment لما بيكون مثلاً someone that's buying بيشتري البيت ليسكن فيها طبعاً الinvestment شيء تاني بيختلف completely على اللي بده يشتري بيت على طول يعني عشان يسكن فيه غير اللي بده يشتري الinvestment يعني أنت بتعتبر consultant يعني بتعتبر إنسان تنصح الكلاينت بتوجهه بتجاوب على الأسئلة تبعه ومهم جداً الانتجريتي يعني مهم جداً إنك تنصح بطريقة الصح ولو ما بتعرف لو ما عندك الجواب ما تعطي أي جواب تبهر الكلاينت مفروض تروح تقول بكل صراحة أنا ما أقدر ما عندي هاي الجواب بس صراحة روح أسأل وأجيب لكم المعلومة بتعطي المعلومة الصح. أهم شيء في الريل استيت لما الواحد بده يفكر يروح في الريل استيت أهم شيء الريبيتيشن تبعك أهم شيء لأنه الكلاينت اللي ساتسفايد معك رح يجيب لك كذا كلاينت وحتى لو مثلا تعبك ورحت واشتغلت معه وفي الآخر غير رأيه وما بده يشتري مستني سنتين ال 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 الشغل اللي عملته معه السيرفيس اللي أعطيته إياه لو جاره لو وما تستهزأ أي نوع من 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 الناس حواليكم إنكم تبينوا شغلكم وتبينوا الانتجريتي تبعكم لأنه ساعات الويتر ولا الويترس في القهوة المكان اللي بتاخده منه قهوة الصبح حتى لو هو ما راح يشتري بيت
راح يفتكركم هيدا الريل استيت ايجنت هي سمون فيري انتجريتي فيري امبورتنت عنده هيك وهيك. So this is to talk about هلا اللي فهمته منك يا ليليا انه يعني الموضوع مش سهل ولكنه مش صعب. الموضوع يعتمد على الشخص نفسه، يعتمد على الضغط او حبه للعمل والوقت اللي بعطيه للعمل، لانه هذا اجين زي سيلف امبلويد، هو تقريبا بيشتغل عند نفسه. فقديش هو بعطي وقت للماركتينج، قديش بعطي وقته للزباين، كيف بيقدر ينسق وقته مع الزباين، ما يضيع وقته، ما يتاخر، ما ياجل الاعمال لبكره. طبعا هاي كلها امور مهمه جدا في صفات الشخص اللي، وطبعا لازم يكون حابب هذا الشيء، لانه زي ما حكت ليليا انه هو 24 ساعه، مش مهم الدنيا برد برا ولا لا، مش مهم الدنيا شوب ولا لا، يمكن يكون سبت ومعظم شغلهم هم سبت واحد اصلا، فالعائله تقريبا يعني انت بتضيع عليهم هدول اليومين لانه الناس معطله وبدها تشوف البيوت بهذا الوقت. فهو كيف انك تقدر تكسب الزبون، والماركتينج زي ما حكيتي مهم جدا، لانه it's how you market yourself and how you network، يعني هذا مهم جدا. انا اتوقع اني بنفع في الريال استيت شغلات كثيره كمان يعني مالتي تاسكينج. طيب خلينا نبدا عن الكورس هذا، الكورس وين ممكن نسجل؟ طبعا اول شيء في فرق كبير بين كل مقاطعه ومقاطعه، صح ولا لا يا ليلى؟ صح. خاصة كيبيك، خاصة مملكة كيبيك اللي هم سبيشال رول، هاي بيعتبروا خارج their own. طيب الآن لو أنا بدي أدرس ريال ستيت في مقاطعة أنتاريو، بدي أبدأ من اليوم، إيش اللي لازم أسويه وين أروح؟ أوكي، سو أنا أخذت النوتس، لأنه طبعا زي ما قلت لكم هاي البروغرام الجديد اللي هو غير البروغرام القديم. طبعاً بتروحوا بتسجلوا على www.humber.ca، يعني Humber H U M as in Mary B as in Bob E R .ca/real-estate. okay. ولازم زي ما قلت لكم الخمس المواصفات اللي بدكم إياها، يعني لازم يكون عندكم high school diploma minimum، لازم تكونوا 18 years of age or older، لازم تكونوا either عندكم PR permanent resident minimum or work permit or you're a Canadian citizen. okay. So and the language, it's very important. يعني لو حدا ما عنده language of course يعني there is no way he's gonna pass the exams، يعني ما في إنه يعدي الامتحانات لو اللغة مش موجودة. okay. By the way الموقع هيو حطيناه على الشاشة عشان اللي حابب ينقله بالصح، humber.ca/realestate، هذا هو الموقع الرئيسي لهم. همبر هي كوليج موجوده في تورونتو. تفضل يا ليلى. اوكي، سو ذير از 5 كورسز على عكس ال 6 كورسز اللي من الاول and 5 exam. سو ذا 5 كورسز عباره على 2 of the courses هلا they are in class simulations، يعني which we didn't have من قبل، ما كان في موجود in class، ما كان في simulations، يعني تقريبا تبدأ الشغل بعد الامتحانات وبعد اللايسنس وانت ما عندك اي practice، يعني ما في everything is theory. okay. هلا two in class simulations، طبعا since it's a new program ما في أماكن كثيرة، بس عم بيشتغلوا على الموضوع تيزودوا الأماكن، يعني خارج مثلا مقاطعة تورونتو مثلا، لأنه most of it في مقاطعة تورونتو. هلأ أكيد في كذا مكان هون بأوتاوا، بس بيحاولوا ينسقوا مع other colleges تيبقى في الكلاس موجودة ومتاحة للناس أكثر. أوكي، so two in class simulations. There is a lot of virtual support. يعني أنا بقول لكم كل صراحة، أنا وأنا باخذ الكلاسز تبعي very hard when there is no support. Very hard. Like I'm a visual person. بحب كتير إنه بحضر الكلاس بسأل أسئلة وهيك، ويعني بأسهل لي طريقة التعليم هيك بهاي الطريقة.
أكثر من إني أخذ كتاب وبس يعني there is no interaction with the book, right? So هلا بالبروجرام الجديد 5 courses, 2 classes, 2 in-class simulations, there's a big virtual online support. الكلاسز كمان يعني الشيء كتير منيح إنه you have a 2 week no 1 week 5 days class. يعني في الواحد ممكن ياخد يغيب عن شغله وبيعملها في 5 أيام اللي هي 1 week class تخلص الكورس. or لو ما في لأنه عنده شغل وعنده شغل ما يقدر ياخد منه off, يعني he can't take a couple of days من الشغل, ممكن يعملوا in 2 weekends, يعني 2 Saturdays and 2 Sundays consecutive. اوكي يعني متتاليين. هدول ممكن يسويهم في اوتوا كمان ولا بس في تورونتو؟ اوكي yeah. من الاول actually انا الكورس القديم كان فيه اللي هو الكورس نمبر 3 كان موجود ان كلاسز بس طبعا بس في تورونتو. وعن جد يعني الواحد كتير يعني ما بينفع يسيب اولاده وشغله وهيك وبيروح يقعد له 5 أيام هيك في تورونتو يعني. وكمان الاكسبنسز يعني you have to take a hotel وفود. it's a lot of things that you have to consider من اول. زي ما قلت limited. so لو بنحكي هلا على الكورسات اللي بتعطى يعني تقريبا briefly على موضوع الكورسات. الكورس الاولاني هو مش in class. okay so الكورس الاولاني it's called real estate essentials. okay اللي هو البيسك ايجنت ستاف. اوكي اللي بيحكوا على الله اللي هي الريبا اللي هي القوانين تبع اللي بتحكم على ريل استيت. اكزاكتلي الرول اوف ان ايجنت اند ذا كود اوف ايثكس. اوكي ما هي شغله الريل استيت ايجنت. واهم شيء اهم شيء في كندا تقريبا هيدا الموضوع بنشوفه في كذا مهنه الكود اوف ايثكس. هيدا اهم شيء لانه انت بتعرف كندا اهم في اي مهنه حمايه المستهلك ولا حمايه الزبون. يعني لازم بكثير بيدققوا في موضوع الكود اوف ايثكس, نو فرادز, احترام الكلاينت, حمايه الكلاينت. يعني this is the real estate essentials اللي هو الفيرست كورس. السكند كورس it's residential transactions. بيحكوا فيها على ال property types, على ال pre approvals اللي هي mortgages. how do we get the pre approvals؟ هاي الحين تدرسي موضوع ال mortgage مال mortgage. شوي إيه طبعاً of course. you have to know how it works and you have there is calculation. يعني الحد لو شخص ما بيطيق الرياضيات مثلاً يعني بلا إنه يحرج نفسه حط نفسه هيك. لأنه sometimes أنت بتقعد هيك مع الكلاينت, الكلاينت بيسألك how much it's gonna cost monthly if I have a 20% down payment ولا 5% down payment. لازم يكون عندك سرعة هيك وبتعرف وبتفهم وكيف تشرح. أهم شيء كمان مش بس أنك تعطي المعلومة, أهم شيء في الـ في الـ في الconsultation أنك تشرح له الكلاينت. بنحكي كمان في الـ residential transactions اللي هو course 2. بنحكي على structure component of the properties. اوكي هيدي اللي انا بصراحه يعني اوكي بفهم كثير شغلات بس موضوع البناء وموضوع الـ انواع الخشب وانواع السقف هيدا انا لقيته صعوبه خصوصا التكنيكاليتي والترمز اللي مستعمله. اي موضوع construction للبنائي. انجينيرينج اكزاكتلي لازم تعرف والفص ستيك المجاري كيف بتكون which is the best way of like النافذات ومن اي وقت تغيرت الكهرباء ونظام الكهرباء كل هاي الشغلات. يعني ما تفكروا انه عن جد it's stupid ولا it's very easy ولا it's it's هندسه معماريه تقريبا. اوكي في كمان بنحكي على الـ obligations when working with buyers and sellers. What are our obligations? Okay. Yes. وكمان what is the obligation of the clients toward us? Okay. وبنحكي كمان على الـ closing. How to close a deal. يعني في a lot of contracts, negotiations, law involved. يعني في قوانين وفي يعني اغلاق الصفقه. يعني كيف الكلوزنج بيكون.
الكورس نمبر هيدا الكورس نمبر 2. الكورس نمبر 3 هيدا رح يكون ان كلاس سيميليشن. This is for residential transaction. هذا خمس ايام او 2 weekends. Yeah, exactly. Actually yeah. So the second, sorry, the residential transaction, it's in two parts. It's second course and the third course, and both they are simulation. Okay. I'm just reading like right now. No, the second is not in class. The third and the fourth is in class. Okay, yes. Simulation, residential transaction two. يعني كل اللي نبقى شفناه في two من الأول في الكتب اللي هو transaction بنعمله simulation في الكلاس اللي هو الكورس رقم ثلاثة. ولازم تمشي بكورس one by one ولا بتقدر هلا يا yeah, the good thing about this way of the new way of the teaching the new program انك لا ما انت مستني من الاول انا I had to finish my exam wait for my mark then I can register للامتحان الكورس اللي بعده هلا فيك تاخذ كل الكورسات يعني you can mix and match بس طبعا لما بتاخد الكورس رقم 2 اللي هو residential transaction ما رح تستفيد بالsimulation اللي هو كورس 3 لو ما خلصت residential course 1 لأنه بيتتابعوا بعض يعني من الأول بتشوف theory and this, في simulation in class بيبقى practical يعني بنبقى نعمل عن جد بنعمل contracts yeah exactly the fourth exam ولا fourth course اللي هو the biggest وطبعا كل اللي عملوا real estate license بيقول لك one of the hardest لأنه it's the commercial transactions okay اللي هو a very big component من الكورس تقريبا بتتعلموا بالagent بيتعلم فيه office retail industrial the agreement of purchase and sell the leasing of commercial land يعني هيدا الحمد لله انه كمان simulation in class okay هاي الأربعة الخامس getting started which is something that we didn't had في البروجرام القديم يعني بيحطك في situations بيقول بيعطوا the tricks the tips how What is it to be a real estate agent? What الواقع؟ لأنه مهما أنت فكرت شكل المهنة مش نفس الشيء لما بتكون في أرض الواقع. A lot of visits, a lot of wasting time with clients. فهمت علي يعني كتير الشغلة مش سهلة بالطريقة. هلا طبعاً زي أي مهنة في اللي بيشتغل من قلبه وفي اللي بيشتغل وبيعمل شغله صح وفي اللي طبعا ما بيعملوا شيء بيقعدوا بيقولوا لك احنا نستنى لما الرزق يجينا اوكي هو مش هيك طبعا لازم يكون عندك دايما بايبلاين عندك فيزيتس بس البايبلاين تبعك ما ملان لو في اي شيء انفستمنت بدك تعمله في اول المسيره المهنيه ايا كانت المسيره المهنيه to train yourself the maximum على الشغلات اللي أصلاً general as a business mind or as a leader as an independent as في سؤال لو سمحتي من الكورس لو نجحت في الكورس الأول والثاني والثالث وقفزت إلى الكورس simulation الرابع قفزت إلى الكورس الخامس بدون ما أعمل الرابع simulation ينفع؟ ينفع ما أنا هيك اللي قلت يعني مش يعني مش زي الأول you have to wait for your mark register to the next course يعني هلا في فرق بين الكورس والإكزام طبعا أنا بكل صراحة ما رح أنصح يعني أنصح طبعا إنك تخلص الكورس وتمتحن على الكورس على طول والميموري فريش على اللي أنت أخذته لو مثلا تاخذ كورس 1 وبعدين تاخذ كورس 2 and 3 ولا تاخذ 1 3 2 وبعدين تمتحن 1 وبعدين تمتحن علي يعني احسن انه يكون متتالي ويكون التنسيق احسن
طب قديش المدة المقترحة لإنهاء هذا البرنامج الآن؟ شو الدي إيه لأقترح شيء؟ المدة المقترحة من الكوليج، يعني الكوليج حاطط أستيميت 24. أنا طبعاً I procrastinated بكل صراحة، عندي شغلات كتير بعملها زي ما حضرتك بتعرف، procrastinated بعدين عندي وقت 18 شهر. أنا تختلف طبعاً في طريقة الإنسان كيف بيذاكر ومدة الوقت اللي بيذاكر فيه والطريقة اللي بيذاكر فيها. لا، في ناس تفهم سرعة، في ناس بدها وقت أكثر، كل واحد عنده طريقة، بس ما في إنسان مش ممكن، يعني أنا شخصياً ما في أي إنسان مش ممكن ينجح أي امتحان. هاي طريقة التفكير، لازم الواحد يحط راسه ويخدم ويقرأ. أنا الكورس الأولاني مثلاً حتى لو قالوا لي أنه تقريباً عشان تنجح الكورس تقريباً بين شهر لثلاث شهور، درست في حوالي أقل من أسبوع، يعني ثلاث أيام تقريباً. يعني دي اللي أنا عارفك أنت مالتي تاسك، بتروحي هون في الفالنتيرينج والعيلة وال، يعني كتير عندك أشياء، لكن الحمد لله يعني ما شاء الله it's good things. في هبة بتسألك سؤال، بتقولك طبعاً إحنا جاوبناه، بس again is Oreo still giving the courses or not؟ لا للأسف هبة it's not anymore. يعني I'm with the Oreo، لسه ما خلصت، بس هلا it's too late. يعني the last date of registration for the Oreo classes or program, which is the old one, it was April 2019. كانت آخر يعني اللي ما سجل. هلا طبعا في ناس كتير بتقول إنه الأوريو القديم اللي كان بس 3 courses كان أسهل من الأوريو 6 courses، والأوريا 6 كورسز هلا بيقولوا انه اسهل من هامبر 5 كورسز. انا ما راح احبط اي انسان، لو عندكم هدف معين في متطلبات وملتزمات انكم تدرسوا وانكم عن جد تحطوا دماغكم في دراستكم، ما في اي شيء مستحيل. وما في انه الانسان يجي يقول لك دكتور انا مش كتير منيح مع الناس، انا بكثف من الناس، انا I don't think انه هاي الشغل بيناسبني لانه مش من نوع social، مش من انه it's not true. You can learn everything. كل شيء الانسان بده يتعلمه في انه يتعلمه، اهم شيء انه يحط هدف goal ويحط ال how you say that a way to attend that goal، وبعدين يتابع الخطوات اللي حطها البلان تبعه، and then everything will be easy for him to achieve. Yes انا معك يا ليليا. احمد بيحكي انا هلا عندي امتحان الكورس الاول الاسبوع القادم، بس ما اقول زي ما قلتي الموضوع مش سهل ابدا. والله صح مش سهل ابدا، انما الناس ما بيشوفوا النجاح تبع ريسام ريل استيت، بيشوفوهم على التلفزيون، بيشوفوهم على الـ 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 هي صح نجاح موجود والمصاري كتير موجوده، بس مش من اصعب المهنات اللي ممكن اقول لكم. يعني انا اشتغلت في كذا مجالات وريل استيت من اكثر المجالات اللي انا بحبها. هاو لونج اوكي بتسأل how long approximately to finish the courses. Okay. You have 2 years Hiba to finish the course max all 5 courses. بس لو حطيتي راسك وفرغتي الوقت لأنك تخلص الكورس ممكن you can finish it in 3 to 4 months. طيب قديش بكلف الكورس ليليا الجديد هذا؟ بصراحة لو ما غيرته يعني لو ما لأنه ممكن موضوع الكتب، ممكن موضوع الباسيت، في كتير بروجرامز هيك صغار حد الكورس ذات نفسه، يعني اللي هي سيميليشن للامتحانات،
left and right، لو ما نجحتوا الامتحان الأول ممكن ترجعوا تدفعوا فيه تعملوا الامتحان الثاني. بس أنا بقول يعني لازم تكون between $3,000 to $5,000. الكورس كله. أوكي. مع الكتب تقريبا، يعني الكتب هاي الغالية شوية صحيح؟ هو الكورس لما بتسجل على الكورس بيجيك الكتب على طول يعني. أوكي. يعني تقريبا الكورس 3 اللي هو 2 books انا كوست اراوند $1,000، هاي من غير الباسيت، هاي من غير الاكزام اف اي نيد تو دو تو ريدو ات. يعني فكروا منيح لانه لما بتدفعوا يعني خذوا الموضوع شويه بجديه انكم تخلصوا. بس بسهوله لو واحد حط هاي الموضوع في راسه وبده ينتقل ويبدا يشتغل، ما انتوش مجبرين تسيبوا شغلكم، يعني تخلوا شغلكم وبس تقول اوكي انا راح ابدا الكورس الريل استيت كورس خلص راح اوقف الشغل. نو لو انتوا تحددوا وقت معين يوميا انه بتدرسوا ساعه مثلا ولا ساعتين يوميا، يعني زي ما قلت each course ممكن ياخذ 2 to 3 weeks. لانه لو يعني حتى الهامبر حاطين الكورس نمبر 3 and نمبر 4 which are big courses in class بيخلصهم في اسبوع يعني you know. انتم مثلا يعني or 2 weekends. هبه بتسال تقول هلا بنقدر نحصل على الكتب قبل ما يعني نقدر نشتري الكتب outside of enrollments عشان نطلع عليهم؟ هلأ يس اوف كورس، لما بتروح على فيسبوك ماركت تقريبا الا امك وباباك اللي ما بتلاقيهم صح ولا لا تقريبا بكل شيء. It's like my maybe yeah everything it's like في بس is it a good idea honestly. في كمان في كيجيجي مش بس فيسبوك ماركت، في الكتب موجوده. Is it really important؟ لو راح تذاكري فيهم ولو راح تاخذي الموضوع بجدية لما بتشتري كتب، أوكي اشتريهم لأنه it's an expense زيادة. لأنك once you register for the course راح يبعثوا لك الكتب تاني. So راح يبقى you're gonna have twice the books. Okay؟ لأن هم داخلين بالفيز البوك. بالضبط، يعني مع الكورس ذات نفسه. يعني أنا لما when I register for the course تقريبا $900 وهيك، يعني تقريبا $1,000. I register for the course, they send me the books by email, like I receive them PDF and I receive them papers. واضح. Okay. وكان ممكن أطلب من friends of mine or other people that I know around me يعني to borrow the books or to get the books or whatever. بس is it really worth it لو أنا اقرا قبل ما اخذ الكورس؟ اتس ديبيندز اون ذا بيرسون. يعني مثلا احمد بيسال سؤال جاوبناه، كم بحتاج الكورسات؟ بحكي انا حسب علمي 24 شهر زي ما حكيت لي اللي الماكسيمم 24 شهر. بس فيك تخلص قبل هيك. كم الكورس الاول الى الكورس الخامس مع السيموليشن؟ اكيد بيعتمد على دراستك وانهائك. اكزاكتلي. طيب ليلي احنا طولنا عليك وتعبناك انا عارف، بس بدي اسال سؤال الان. بس خلصت انا الكورسات ونجحت فيهم الخمسه، هل بروح اعمل ريجستريشن مع كوليدج او شيء، او عندي امتحانات ثانيه، ولا خلص ام لايسنس افتر ذا فيفث كورد؟ يا فيفث كلاس. بس طبعا كريل استيت ايجنت يو هاف تو بي افيليتد من الاول الى للايجنسي. This is really, yeah, this is really important. You have to be affiliated. أنا بالنسبة لي اخترت الايجنسي قبل ما أبدأ الكورس. يعني أنا وهبة هبة نفس السؤال. What's the next step after the 5 courses? Yes. So after the 5 courses, يعني مفروض تلاقي agency ولا brokerage يتبنوك، يعني تشتغلي معهم. سهل ولا صعب؟ سهل كتير. لأنه الفيز بصراحة رح يبدأوا، لأنه there is a lot of fees بعد ما تخلصوا الدراسة. أوكي. تبقى a part of an agency like مثلا Remax which is one of the biggest. يعني أنا بعرف agents بيدفعوا حوالي شهريا 1000 وغير split commission مع البروكرج. يعني لا، وفي البيرميت وفي الانشورنس وفي a lot of
إذا أول شيء لازم تجدي ايجنسي تتبناك أو تدخلك تدفعي لها مبلغ شهرياً للايجنسي هاي عشان تأخذك، وبالإضافة على expenses ثانية منها حكيتي اللايسنس والإنشورانس وطبعاً الدعاية تبعتك البنزين. هلأ أحلى شيء في عصرنا هلأ السوشيال ميديا. أنا بنصح كمان من الأول ما تصرفوا كتير في الماركتينج، لأنه السوشيال ميديا فري، صح ولا لا؟ صحيح. لا بس حاولوا إنه so we get registered and find an agent. Yeah. Yes. يعني I would advise to go look for an agency actually before and then register. This is exactly what I chose. I picked my agency before I start. There is like a kind of support كمان. And على الأقل أما يكون عندك أسئلة ولا سؤال. هلأ طبعاً with Humbird زي ما قلنا في virtual help مع Humbird. بس still كمان ممكن الأجنت اللي موجود ولا الأجنسي اللي راح تتبناك ولا هم طبعاً بدهم agents لأنه ما بيصرفوا شيء، بالعكس أنت بتعطي لهم مصاري أول ما تشتغل، you know. So it's good for them. That's one thing. Yeah. So the marketing, to أرجع, the marketing is free on social media. Spend time learning how to market yourself. There is a lot of videos on YouTube. A lot of tips from very successful real estate agents, either in the U.S. or Canada. كمان. تعلموا. في معلومات كتير برا أكيد، بس you have to filter your information. وفي الأول وفي الآخر بتستعملوا الطريقة اللي بتناسبكم. واضح. إذن خلينا نحكي وظيفة الريال ستيت ايجنت. الآن إحنا تعلمنا أو عرفنا كيف نقدر نسوي الكورس ونصير ريجسترد في أنتاريو. الآن أنا كريال ستيت، الناس اللي ما لسه ما اجت كندا او ما بتعرف شو هو الريال ستيت، كيف الناس بتدفع له؟ كيف الناس هاو هي جوت هيز فيز؟ عشان انت حكيتي في البدايه قديش بتتعب قديش فكيف بتصير المصاري هاي؟ كيف بيجيوا الفلوس؟ اوكي، موست اوف ذا تايم الليستنج ايجنت. انا مثلا انت دكتور جمال بدك تبيع البيت تبعك، اوكي. في ثلاث أنواع عقود بتتعامل مع الريل استيت ايجنت ولا مع البروكرج ذات نفسه. الأولاني إنه أنا I represent you. I have the exclusivity إني ببيع البيت تبعك. The fees إحنا بنتفق على نسبة معينة تتراوح most of the time من depends on the agency من 3-7% sometimes. بس most of the time 5. وراح أقول ليش 5؟ لأنه أنا كأيجنت لدكتور جمال ليلي أخذت الكونتراكت مع دكتور جمال إكسكليزيف، أنا رح بيع لك البيت تبعك. بعمل طبعاً البيبليسيتي وبعمل الريلس لك بحطه على الأملاس، اللي هو الأملاس عبارة عن big database تبع البيوت عبر كندا. بندخل يعني الناس اللي لها اكسس على الاملاس بيروحوا يشوفوا البيوت. يعني انا بحط البيت تبعك على الاملاس، بحطه على كل السايتس اللي انا اللي انا على كل الويب سايت بقرا في نفس الوقت، سوري عشان هيك انا عارف. يا كل الويب سايت اللي عندي انا، مثلا البرايفت ويب سايت، الويب سايت تبع الايجنسي اللي انا فيها، ذاتس ذا ماركتنج سايت. انا راح اجيب مثلا مصور وانا اللي راح ادفع المصور، راح اغير الديكور مثلا تبع البيت. كل هذه اكشلي اكسبنسز انا ادفعها، انت ملتزم بيها بعدين سواء بعنا البيت ولا ما بعنا البيت. هاي الكونتراكت انا بيحميني، اوكي، بيحمي الايجنسي. هلا في حال انه مثلا مضينا على 5%، 5% لو موست اوف ذا تايم راح اقول لك دكتور جمال انا راح اخذ ابيع لك البيت
وأخذ نسبة 5% من المبيعة. الخمسة في المية لو إجا المشتري من نفس البروكرج تبعي نخليها 4% لأنه نفس البروكرج مثلا. Yeah, we can negotiate. بس لو ما لو كان المشتري من برا من real property من بروكرج تاني تنعمل تحريض نحرض يعني incitation like للبروكرج ولا المشتري تيجي يشتري بيتنا. إحنا نقسم الخمسة في المية مع الايجنسي ولا البروكرج اللي بتشتري من حضرتك من بروكرج so لما بيكون الايجنت للأسف most of the agents اللي ما يكونوش straight مع الكلاينت تبعهم يعني انت بتروح عندهم بدك تشتري بيت انا البادجت تبعي 300,000 مثلا دولار لأشتري بيت بروح شوف اكس ايجنت انا هيدا البادجت تبعي بدي هاي بيت هاي الايجنت راح يروح يشوف مين البيت اللي الايجنت بيعطي اكثر برسنتج اوكي راح يوديك لهي البيوت يعني لو شاف انه البيت هيدا البرسنتج اللي راح يطلع له من هاي المبيعه 1.5 ولا بس 2 ما راح يوريه للكلاينت تبعه يو نو يعني راح بده يعمل اكثر شيء كوميشن من هاي ال ترانزاكشن يعني انت كاي انسان بده هلا يشي بيسمعنا وبده يشتري بيت في الوقت الحالي احسن له بنصح يروح ياخذ ايجنت اوكي احسن ليش غير موضوع الحمايه وغير موضوع انه في ثغرات كتير والكونتراكت وهي شغلات ما راح يطلع شيء من جيبته زي ما بقول المشتري المشتري ما بيدفع اللي بيدفع البائع وبأصلاً ما رح يدفع ريلي لأنه لما بيسعروا البيت رح يحط المبلغ تبع الكوميشن اللي رح يعطيها للأيجنت المشتري سواء ولا البائع داخل السعر تبع الشراء يعني فيك تقول المشتري اللي باللي يدفع وفيك تقول كمان إنه البايع اللي بيدفع يعني في نفس الوقت فهمت علي يعني مش المستفيد الريال ستيت ايجنت المستفيد الريال طبعا هذا القوت تبع الريال ستيت ايجنت يعني اكيد في الاول وفي الاخر بعد شغل كتير يعني ما تفكر ابدا انا ابن ذا يعني انا طبعا راح احكي بموضوع المورجيجز يعني في اقول لك انه most of the time يعني على 10 كلاينت بشتغل معاهم ليل نهار يعني تقريبا انك تروح للبيت بتاخذ الدوكيمنت بتعمل سبميت للابلكيشن وهيك وبعد ما ياخذ البري ابروفال الورقه منك بيروح على بنك ثاني فلانه الفلانيه اعطتني 2.9% للريت تبع المورجج وفيك تعطيني احسن وفيك تعطيني هلا هم اللي مش فاهمينه الناس لازم تكون داخل تتعرف سواء ناشونال بانك سواء كي دي بانك سواء اورنج whatever اي بنك هي بتعتبر طرطايه هتخل دخلت في البوليتيك هلا تعتبر طرطايه بيقسموها ما بينهم كل مره مين اللي راح ياخذ البيج تشانك البيج بيج بيس اوكي كمشتري والله الريت في هاي البنك أقل من الريت في هاي البنك بس في الحقيقة هاي البنك عنده فيز مونثلي هاي البنك ما عنده فيز مونثلي هاي البنك بيدفع الانسبكشن هاي البنك ما بيدفع الانسبكشن فهمت علي في الأول وفي الآخر رح تطلع إنك تدفع تقريبا exactly يعني بيعطوا لك من اليمين بيرجعوا ياخذوه من الشمال سام لك برافو ليليا شكرا سام محمد تميم بقول لك thank you very much thank ليليا you very much. Thank you. Great job أمين بقول لك بون continuation إن شاء الله بون continuation إن شاء الله continuation وسام بقول لك تبغى البيان أراء لراب طبعا إحنا عشان هيك جايبينها ليليا من الناشطات ما شاء الله عليها يعني
ربنا يحفظها من اللي نفتخر فيهم. تعرف كيف تخترق السوق العمل، وإن شاء الله نتمنى لها كل الخير. أعطتينا معلومات رائعة ليليا، شكرا. حاب أذكر الجميع بهذا الموضوع، هو اسمه مسار مهنتي، وموضوع مهم جدا لجميع اللي قادمين الجدد وحتى اللي موجودين في كندا يعرفوا شو الطرق اللي ممكن يجدوها في كندا في العمل، كيف يعادلوا شهاداتهم. عشان هيك أي واحد ما يحرج حابب يفيد المجتمع وحابب يفيد الجالية يتواصل معي أو مع كنار تي في. إحنا بدنا مورجيج بروكر، بدنا ناس عندهم مهن جديدة، مثال مستشار هجرة، محامي هجرة بده يدرس شغلة جديدة كيف يقدر يعادل شهادته. فبليز تواصلوا معنا بأي وقت، بنحب نستضيفكم أكيد وبنكون مبسوطين. ليليا، في نهاية اللقاء إيش بتحبي تحكي لجمهورك ولحبايبنا من كنار تي في؟ حبيت نقول إنه قبل ما تختاروا أي مهنة مهمة. شكراً هبة، شكراً يا هبة. حبيت نقول إنه أي مهنة الواحد بده يختارها لازم يعملها بضمير، أوكي؟ هاي أهم شيء. هاي بالنسبة للناس اللي بدها تختار هاي المهنة. هي مهنة أنا شخصياً كتير بحبها، بحب موضوع الاستثمار فيها، لأنه هلا أنا عندي أوريدي شركة استثمار يعني، والشيء بقوله دائما للكلاينتس خصوصا المستثمرين اللي بيجوا يشتروا بيوت، اللي بدهم يشتروا بيوت ليستثمروا، في ثلاث شغلات في موضوع الاستثمار من أيام الهكسوس زي ما تقولوا، مضمونين، ثلاث شغلات مضمونة من أكبر العائلات الأثرية حول العالم. هاي معلومة بس بعطيها، الثلاث شغلات هيدي اللي الاستثمار فيها مضمون. الأول شيء ذهب، ثاني شيء الريليكس اللي هي الآثار، الشغلات الريليكس اللي طبعا سعرها دائما بيزيد ما بيقل. الذهب كمان نفس الشيء اللي سعره بيزيد ما بيقل. وثالث شيء اللي هي العقارات. يعني هاي الثلاث شغلات اللي الواحد كمستثمر ولا حتى هلا، وكثير مهم للمشتري. مثلا هلا لو بحكي على الناس اللي بدها تشتري بيت، في اسئله في بروسس انتو الريل استيت ايجنت تبعكم لما بيكون طبعا الريل استيت ناجح وبيعرف شو بيعمل، في كثير توجيهات، في اسئله كثير مهمه لاي انسان بده يشتري بيت لازم تتسأله ولازم يكون يعني عارف فيها. زي أي مشتري أول شيء بيروح يشوفوا الفلوس، المصاري، كم السعر، ها رخيص، وهذا ما بيهمهم غير إنه بدي أدفع أقل شيء. لا، في شغلات كتير خصوصا في موضوع الريل استيت، لو تشتري بيت تسكن فيه أنت وعيلتك غير إنك تشتري بيت تستثمره وتأجره لناس ما بيهمك شكله ولا فصله. اللي بيهم هي المصاري، قديش الـ ROE اللي هو Return on Investment. لو تشتري بيت لأهلك لازم تختار المكان، الجيرة أهم شيء، هل موجود في طريق، في مكان فيه أصوات يعني ضجة، هايواي، وكثير شغلات مهمة. الواحد لازم يعرف حقوقه وواجباته دائماً في أي موضوع. باسم كنار تي في بشكرك جزيلا على تلبية النداء لتحكينا عن هذا الموضوع. التحضير أخذ منك وقت أنا عارف، بس جمهورنا الحلو الحبيب بيستاهل، وفعلا أعطيتي معلومات رائعة كالعادة، متألقة جميلة، لغتك كانت رائعة، كنت خايفة قبل اللقاء لكن كنت مبدعة. فأجين نشكرك مرة ثانية ليليا، ونشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا. بنذكركم في حلقة الساعة 9 اليوم مع الدكتور قيس غانم في جمال الصحة، وله ضيف سيتكلم عن الجراحة العامة، فتابعونا إن شاء الله. وما نقول لكم إلا كنار تي في هو صوت العرب من كندا،
تابعونا دائما on the Arab Voice of Canada.